أدت فرنسا اعتراضها على تصريحات لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت فيها باستخدام ما وصفته بالقوة المفرطة لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشاب الجزائري الأصلي نائل بنيران شرطي فرنسي. وقد أكدت الخارجية الفرنسية أن هذه التصريحات مبالغ فيها ولا أساس لها، وأشارت إلى عدم فهمها لاتهامات المنظمة الدولية، وشددت على أن مكافحة العنصرية تمثل أولوية لباريس. Regarde la ligne.